دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا النهارده، وصفه كفته الرز، ونشوف مكوناتها ايه. عباره عن لحمه مفرومه، اللحمه جملي مفروم، واللحمه على قد الرز. لو حابين تقللوا الكميه، الرز بيتقلل حاجه بسيطه قوي عن اللحم، يعني مثلا لو كوبايه رز معاها ممكن كوبايه وربع لحمه او كوبايه لحمه، يعني قد بعض او الفرق يبقى بسيط ما بينهم. يبقى لحمه مفرومه جملي، رز منقوع، كزبره وبقدونس وشبت، وكمان مكعبات بصل، ثوم مفروم، البهارات بقى بهارات اللحمه وجوز الطيب وكزبره وكمون، صلصه طماطم، مرقه، زيت. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط الحاجات دي كلها في الكبه مع بعض. نجيب كده، نحط كده اللحمه، وبعدين هنصفي كده الرز من الميه، وهنحط الرز كده اهو. عايزه اقول لكم كفته الرز من الاكلات القديمه واللذيذه اللي ممكن كمان نقدم معاها، نحط معاها مكعبات بطاطس لو انتوا حابينها برضو. نحط الشبت، هنحط الكزبره الخضراء اللي معاها حبه صغيرين قوي من البقدونس، يعني هي اغلبها كزبره. ماشي. طيب هحط كمان البصل، هحط الثوم، 3 فصوص ثوم، هنحط بقى الكمون، جوزة الطيب، الكزبرة دي كلها حلوة بتدي طعم جميل جدا، البهارات. طيب نبتدي بقى نقفل كده ونشغل الكبة، وما ننساش بقى الملح والفلفل عشان كنت هنساهم. ملح اهو وفلفل اسود. هحط لها بس معلقه زيت. نفضل كده نطحنها لحد ما تنعم خالص. طيب عقبال ما نطحنها هنعمل مع بعض دلوقتي التسبيكه بتاعت كفته الرز. ماشي، انا قلت بس اوقفها عشان تسمعوني. هنفضل نطحن فيها لحد ما تبقى اللون ده والشكل ده، شايفين عامله ازاي؟ نفضل نطحنها لحد ما تدينا القوام ده. طيب اديتنا القوام ده هنعمل ايه بقى؟ هنصبحها كده. تعالوا اوريكم بنصبحها ازاي. بحط كده زيت هنا كده خلاص، وهاخد حته من الكفته. ممكن بقى نعملها صوابع، نعملها كور. انا مثلا بحبها كور، بس هي متعارف عليها صوابع اكتر. هنعمل الصوابع، واللي بيبتدي بقى اول مره يعمل كفته رز عايزه اقول لكم ان الكور اسهل بكتير من تصبيعه الكفته اهي. نفضل نصبع كده لحد ما تبقى كده، شايفين عامله ازاي؟ نحط بقى دول كده. نبتدي بقى احط فص ثوم مفروم، دي التسبيكه بتاعت الصلصه اللي هنسقط فيها كفته الرز، ونحط مكعبات البصل، افضل كده اقلب في البصل لحد ما يدبل. طب ايه رايكم بقى نطلع فاصل؟ في الفاصل بقى هكون قليت بقيت كفته الرز وطلعتها، والبصل يكون دبل. لو دبل وانا في الفاصل هحط له صوص طماطم، ما تبلش. هنرجع ونحطها مع بعض. نطلع فاصل بقى ونرجع نكمل وصفات النهارده. خليكم معانا. كفته الرز اهي، هنبتدي بقى نحط صلصه
الطماطم اهو ونقلب مع عصير الطماطم، كوباية كده من عصير الطماطم، ونقلب ومعاها الكوباية من المرقة، وهنحط بقى رشة كمون، رشة جوزة الطيب، رشة بهارات، والفلفل الاسود مع الملح، ونقلب كده. ريحتها جميلة جداً.